بالعودة إلى الملف الأوكراني، ولمزيد من تحليل والنقاش ينضم إلي من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمود الأفندي، ومعي من برلين كاتب صحفي عبد الرحمن عمار. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور محمود. بداية لعله من أبرز التطورات اليوم كان لقاء مرتقب إلى حد كبير وهام لجهة التوقيت كذلك ما بين بايدن وتشي جين بينغ. وفق البيانات الصادرة سواء عن الصين أو عن البيت الأبيض أو متحدثة بالبيت الأبيض اللي قالت أنه كخلاصة واشنطن لا تزال قلقة من أن الصين يمكن أن توفر مساعدة عسكرية لروسيا، برأيك كيف تنظر روسيا أو كيف يمكن أن يستقر الجانب الروسي هذا الاتصال أو خلاصات ونتائج هذا الاتصال؟ يسعد مساءك صديقتي الاخوه المشاهدين وضيفك الكريم. طبعا قبل ما يبدا الاتصال كان في هناك حركه عسكريه صينيه، او لما ارسلت الصين اكبر حامل الطائرات بحريه الى شواطئ تايوان وبعض الغواصات وبعض القارباتالعسكريه الى شواطئ تايوان، هي رساله معينه لكانت الولايات المتحده الامريكيه ان لدى الصين مشكله كما لدى روسيا في اوكرانيا، والصين لها مشكله مع تايوان. هي كانت رساله من اول، حتى يعني حتى تعطي الرئيس بايدن رساله ان الصين لن تتخلى عن مواقفها السياسية والعسكرية المستقبلية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أول شيء. طبعا تصريح البيت الأبيض أن الروس يطلب مساعدة من الصين، هذا شيء غير مقبول حتى يعني لا يقع على أي شيء من الواقع. روسيا تملك أسلحة تدمر الكرة الأرضية 5 مرات، أكبر بلد منتج الأسلحة إن كان الصواريخ البالستية والصواريخ المجنحة والدبابات والطائرات، وتصدر لكل دول العالم. يعني روسيا تصدر الى الصين اسلحه، وليس الصين تصدر الى روسيا اسلحه. فهذه الوقائع عباره عن رسالات هي تريد ان ترى لا، ولكن هناك جوانب اخرى تتحدث عنها على الاقل الدولي، ان روسيا الاستخبارات الامريكيه، ونحن هنا يعني بناء على المعلومات اللي تنشرها الاستخبارات الامريكيه وتقديراتها على اساس مساعدات في الجانب العسكري فيما يتعلق بالوجبات العسكريه للجنود في أوكرانيا، فيما يتعلق أيضا ربما بتوفير ملاذ لروسيا في التجاوز أو الالتفاف على العقوبات الاقتصادية. طبعا انا هو بالنسبه للامور العسكريه هذا شيء محتوم، لانه هي عباره عن دعايه اعلاميه ينشروها ليروا العالم ان روسيا في ورطه عسكريه وتحتاج الى اسلحه وتحتاج الى امدادات، هذا ليروا العالم ان روسيا تخسر في اوكرانيا ولا خسائر كبيره. بالنسبه للعقوبات طبعا من الشيء الواضح ان العالم ليست الصين فقط، يعني اسكت معي، الصين، الهند، باكستان، كل الدول الاسلاميه والعربيه كلها الان يعني بدات تبتعد عن الولايات المتحده الامريكيه. السبب الموضوع لم أحد يذكره حتى على وسيلة إعلام. سبب الموضوع الأساسي هو أن العقوبات الأمريكية بالنسبة على البنك المركزي الروسي كان غير أخلاقي، هي سرقة أموال الروس. لما تضع أمريكا يدها والاتحاد الأوروبي على احتياطات البنك المركزي لدولة معينة، هي سرقة أموال الشعب. لذلك درى أن الإمارات السعودية رفضت أن تزيد إنتاجها النفطي، لأن أصول السعودية والإمارات ودول الخليج العربي والمصدر النفط أصولها أيضا في الدولار وفي بنك الاتحاد الأوروبي وفي البنك المركزي الأمريكي. هذا يؤدي إلى خطر. لهذا السبب تريد أمريكا أن تغيب هذه الصورة وتقول أن العقوبات هي تهرب العقوبات الاقتصادية، ولكن حقيقة هناك عملية بدأت الآن، يعني لازم أن نشيلها الإعلام أنه هناك سرقة كانت. لهذا الآن بلدان العالم كلها بدأت تفكر بأمر واقعي، كيف لنا أن نثق في أمريكا كما مكتوب على الدولار إن جاد وي تراست، كيف نثق بالدولار كعملة احتياطية؟ هي المشكلة الآن القائمة بين دول العالم. لذلك اليوم بس على سبيل المثال رئيس وزراء الباكستاني اليوم أكد على تمديد أنبوب نفط من روسيا إلى باكستان، كذلك عن طريق أفغانستان وعن طريق الهند. كذلك الهند رفضت العقوبات وبدأت تتعامل في العملة الروبي والروبل. السعودية والصين بدأوا يتعاملوا بما يسمى بالروبي والريال السعودي. عموما يعني الموقف لا يقتصر فقط على الصين أو يقولون العالم متحد.
من توفير هذا الملاذ حسب الرواية الأمريكية بطبيعة الحال. ولكن أريد تعليق السيد عبد الرحمن وللتفاعل ربما في مخرجات وقراءته أيضا لهذا الاتصال، وحتى أن البيت الأبيض على لسان جين ساكي المتحدثة باسمه تقول أنه هذا الموضوع فيما يتعلق بالمخاوف من أن الصين يمكن أن توفر مساعدات بما فيها العسكرية لروسيا، هذا سيكون موضوع نقاشات خلال جولة بايدن الأسبوع المقبل في أوروبا مع القادة الأوروبيين. السؤال هنا هو لماذا تبدو الولايات المتحدة مهتمة بهذا الشكل وبهذا الحجم بالموقف الصيني وبأي دور صيني في هذه الأزمة أكثر من الحلفاء الأوروبيين؟ حتى قبل بداية الحرب الروسية في أوكرانيا كانت هناك تقارير استخبارية أو استخباراتية أمريكية تحذر من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، والكثيرون بما فيهم بوتين كان يكذب ذلك. والآن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول عن ربما محاولات لبوتين لأن يأخذ دعما روسيا ربما يكون عسكريا أو للتهرب من العقوبات. هناك سيناريوهان اثنان، يا إما هناك فعلا مساعي لبوتين وحقيقة هو في حاجة إلى دعم خارجي ليس فقط للتهرب من العقوبات بل أيضا عسكريا. العتاد العسكري الذي استخدمه في أوكرانيا أظهر الكثير من العيوب، وهذا ما اعترف به الكثيرون حتى من الخبراء العسكريين. لكن ما يحتاجه بوتين من الصين وليس فقط من الصين حتى من الغرب هو التهرب من العقوبات، لأنها تضرب بالدرجة الأورى الحرب التي تمول بالأموال الكثيرة والتي هي في حاجة لهذه الأموال. وفيما يتعلق الصين ربما أيضا يحاول الوصول إلى مخزون العملة الصعبة ودفع الروبل الروسي مقابل الحصول على الدولار. على أي ما يريد الأمريكان قوله للصينيين؟ لن نترككم تقتربون من روسيا وتتحالفون معها، سنعتبر ذلك سلوكا عدائيا تجاهنا. ويبدو أن الصينيين أيضا حساباتهم التجارية لها يعني الأولوية، ومن المستبعد أن يغامروا ويصطفوا إلى جانب روسيا. طيب قبل أن أعود للموقف الصيني، ماذا عن الأوروبيين؟ لماذا لا يبدون يعني مهتمين أو قلقين لهذه الدرجة بالموقف الصيني؟ ربما كان آخر اللقاءات حتى أو الاتصالات على مستوى الجانب الألماني والفرنسي منذ قمة فرساي للاتحاد الأوروبي. نعم، بالنسبة للأوروبيين علاقتهم بالصين تختلف كثيرا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن واشنطن كانت دائما غاضبة من التقارب الأوروبي الصيني فيما يخص الاتفاقيات التجارية، وليست هناك ضمانات رسمية في هذا الاتجاه. لكن الأوروبيون ربما لديهم أولويات أخرى الآن، أولها التعامل مع النازحين ومحاولة وقف الحرب. ولهذا تحدث اليوم كذلك المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعاه فيه في المكالمة إلى وقف الحرب. ويعرف أيضا الأوروبيون بأن ربما الصين لن يكون لديها تأثير كبير في مجريات الحرب، لهذا ليس هناك قلق تجاه بكين. دكتور محمود، يعني تعليقك ربما على هذه النقاط اللي أشار إليها بأن روسيا بحاجة إلى الصين في هذه الأثناء، خاصة أنه إشارة وربما اعتماد حتى على تقديرات من البنتاغون بأن هناك عقبات لوجستية تواجه القوات الروسية في أوكرانيا، هناك عيوب، هناك مساعي للتهرب من العقوبات ومن وطأة هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي. تعليقك على هذه النقطة وعلى هذا الجانب؟ طبعا يعني قبل ما اعلق بس بدي اوضع نقطه من اول السطر بالنسبه للاستخبارات الامريكيه والهجوم الروسي على اوكرانيا. روسيا لن تقول لن تغزو اوكرانيا، لقد بس عن خلاف الوقت، يعني كان الامريكان يحطوا وقت معين الروس
يصمت ويقول عفوا سلاحنا او سلاحنا على اراضينا، جيشنا على اراضينا. ولكن الرسائل اللي اعطاها الرئيس بوتين من خلال مؤتمراته الصحفية ومن خلال اعتراف بالدنباس واللوغانس كان تدفع الرئيس رسالة الرئيس زيلينسكي أن سأبدأ الحرب إذا لم تبدأ الحوار مع لوغانس وتوقف عملية العسكرية ضد دنباس. هي والحرب كما يقولوا خدعة، هذا شيء عادي في كل العمليات العسكرية، ليست الحرب مثل الاستعراضية ولا نحن نضرب فيلم سينما. بالنسبة للصين مساعدات العسكرية، كل الأمور اللي نسمعها كيف روسيا حضرت حال جهزت حالها لهذه الحرب من 7 سنوات اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. لاحظي لما بدأت الحرب عسكريا الروس يعني بدأوا بعملية مباشرة، قضوا على أول يوم قضوا على 1200 هدف عسكري من أول يوم، كان كل معلومات استخباراتية جاهزة، المخابرات العسكرية اللي عملت لمدة طويلة. اثنين، بالنسبة لي مدام المخابرات العسكرية شغالة وعملية طويلة الأمد أكيد في إمدادات الوقود وكل شيء والأسلحة. الثالث بالنسبة إلى الصين، طيب ماذا تريد؟ يعني بس بدي أفهم أنا الخبراء العسكريين اللي بتكلموا على التلفزيون بيقولوا روسيا بحاجة للصين، ما هي بحاجة للصين؟ الصين يعني بحاجة لسلاح معين؟ يعني إذا تقوم عملية عسكرية محددة باستخدام عدد معين من القوات الروسية، العملية العسكرية روسيا تستخدم فقط 100,000 مقاتل، جيشها يقارب 1,000,000. روسيا حتى الآن باعتراف الأمريكان لم تستعمل حتى القوات يعني الأسلحة الحديثة جدا، الطائرات القاذفة لم تستخدمها حتى الآن في حرب أوكرانيا، لأن روسيا تحارب في يد وتحافظ على المواطنين في يد أخرى، لأن روسيا ستعيش مع هذا الشعب مستقبلا. بينما النازيين الموجودين الآن محاصرين، العصابات الآزوف والناتسكفاردي والأيدار هم محاصرين، سيقتلون عاجلا أم آجلا، ولكن الشعب البسيط سيعيش معه الروس. روسيا لا تريد أن تريد دولة صديقة في بجانب روسيا، لا تريد دولة عدوة أن تعاديها بعد سنة أو سنتين. فالعملية طيب العسكرية برأيك الصين، هل الصين محايدة؟ هل الصين محايدة؟ يعني الصين تعبر وحتى الرئيس الصيني أعرب خلال هذا الاتصال وفق وسائل الإعلام الرسمية الصينية بأن أزمة أوكرانيا شيء لا نريد رؤيته، وبأن العالم ليس سلميا ولا هادئا، ولكن مسؤولية الولايات المتحدة والصين كأعضاء دائمين في مجلس الأمن هي السلام وتحقيق السلام والعمل من أجل السلام. لكن قبل ذلك كان من لافت أنه حتى قبل هذا الاتصال كان هناك تغريدة للخارجية الصينية اللي قالت أنه الولايات المتحدة هي من تقف على جانب الخطأ من التاريخ، وتتهم الولايات المتحدة باستفزاز روسيا. كيف نقرأ هذه المواقف؟ طبعا روسيا قالت من اول يوم لما بدا التصويت في الجمعيه العامه للامم المتحده، قالت تعلم جيدا الضغوطات الامريكيه على كل الدول العالم ليصوتوا مع القرار لادانه روسيا. فروسيا الدول التي امتنعت عن التصويت قالت روسيا من لم يقف ضدنا فهو معنا. فكل الدول التي امتنعت عن التصويت، هي 5 دول صوتت لم تدير روسيا، هي سوريا وكوريا الشماليه والايران، بينما الدول الأخرى بتاع التصويت تعتبر مع روسيا أو صديقة روسيا. لذلك روسيا رسمت خريطة الدول الصديقة والدول المعادية. الدول الصديقة هي التي لم تصوت، فتعلم ضغط. يعني حتى الوزير أحد وزير رئيس عفوا رئيس الصربي تكلم مع الرئيس بوتين وصرح أن 6 ساعات تم يضغط الأمريكان على الوفد الصربي في الأمم المتحدة ليدينوا الحرب. يعني كان هناك في ضغط على ضغط إن كان مادي أو معنوي أو عسكري على كل الدول ليصوتوا ضد روسيا. فالصين باعتبارها أنها صوتت أو امتنعت عن التصويت ضمن مجلس الأمن، وكذلك امتنعت عن التصويت في الجمعية العامة المتحدة، هذا تعني أنه مع روسيا، روسيا تعتبرها ذلك. ولا ننسى أن الأخطاء الأمريكية القاتلة في الفترة الأخيرة، يعني أنا بقول أنه الإدارة الأمريكية لقد هرمت، بدأت الدول تخرج من تحت أجنحتها. يعني اللي ما حصل الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا مع الصين دفعت لأول مرة في تاريخ روسيا أن تعمل علاقات واتفاقات استراتيجية. ونرجع إلى ما قاله عميد الدبلوماسية في العالم هنري كيسنجر، قال الخطأ الأمريكي يمكن أن تخطئ خطأ واحد سيؤثر على تاريخها إذا تحالفت روسيا والصين. فهذا حصل الآن. لماذا هذه الضغوطات؟ لأن خطر هو من خطر كبير جدا أن تتحالف روسيا والصين، إن كان اقتصاديا إن كان عسكريا أو سياسيا. هذا سيؤدي فعليا إلى إزالة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية عن دول العالم. يعني إحنا نتكلم إذا ضفنا عليها الهند والباكستان، فنحن نتكلم عن 3/4 البشر على الكرة الأرضية.
ثلاث ارباعهم بعدد السكان وليس بالمساحه يعني. طبعا يمكن كمان بالمساحه اذا قصد المساحات. فهذا بيعني انه الان نحن متجهين الان بعد نهايه الحرب متجهين الى عالم جديد. العالم الجديد كما قال الرئيس الوزير لافروف اليوم انه خارج هيمنه الولايات المتحده الامريكيه، روسيا لن تخضع، وبدات الدول تخرج من هيمنتها شيئا فشيئا. فعاد وزير رئيس وزراء بريطانيا عاد من الامارات والسعوديه خالي الجيبين، يعني ما كان معه شيء، لانه الامارات والسعوديه رفضت ان تزيد انتاجها النفطي. اليوم قطر رفضت ان ايضا تزيد انتاجها النفطي، يعني هذا الشيء بدا واضح ان الولايات المتحده الامريكيه بدات تفقد على السيطره. لهذا الهستيريا العقوبات هنا فقط لأفسح المجال للسيد عبد الرحمن، لأن الوقت بات يدركني في مسألة هل خرجت الأمور من سيطرة الولايات المتحدة، لم يعد نفوذها بالشكل الذي كان، هل تتجه الصين وروسيا كقوتين اقتصاديتين عسكريتين وكذلك سياسيتين كما هو واضح حاليا إلى تحالف استراتيجي بالمعنى الحقيقي للمصطلح؟ إطلاقا لا، ولكن قبل أن أصرح لماذا أعود وأعلق على شيء ورد فيما تفضل به الأستاذ الأفندي حين قال بأن روسيا قصفت مواقع عسكرية أوكرانية والكثير من وألحقت خسائر كبيرة بأوكرانيا، أيضا قتلت الكثير من الضحايا المدنيين كبارا وصغارا وأطفالا، وخصفت مسارح ومدارس ومستشفيات، وهناك حديث عن جرائم إبادة وجرائم حرب. مسألة ثانية، على الميدان أكثر من 29 يوما وفشل في التقدم على المدن، كشف طبعا أن ما تدعيه روسيا بقوتها العسكرية وعلى الميدان شيء منفصل. فيما يتعلق التحالف، إذا كان هناك نظام عالمي جديد، نعم سيكون فيه للصين دور كبير، وقد تزيح الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من المجالات، لكن لن يكون لروسيا فيه موطئ قدم، لأن روسيا ربما عندها سلاح نووي لكن اقتصادها ضعيف جدا. العقوبات الحالية ستجعل اقتصادها ينهار أكثر، وقد تنجح روسيا في كسب الرهان في أوكرانيا. لا، ولكن وبسط يعني روسيا حتى قبل الأزمة في أوكرانيا أثبتت نفسها كقوة عالمية، ولديها العديد من الأوراق في عدد من مناطق العالم أثبتت فيها قوتها. نعم، بقوات فاغنر، نعم تحاول التدخل في الكثير من بؤر الأزمات، لكن هي ربما شريك يمكن الحديث معه في الكثير من الأزمات، لكن أن نتحدث الآن عن روسيا كقوة عالمية تنافس الولايات المتحدة الأمريكية والصين، هذا أستبعده. وحتى أن تحالفا روسيا صينيا مستبعد جدا. لماذا؟ لأن الصين بكل بساطة تفكر في مصالحها الاقتصادية والسياسية، ولنا في مشاريعها وسياستها في إفريقيا، حيث تكون هناك احتكاكات بين الروس كذلك، لمثال جيد على أن الصينيين يحاولون التفكير في مصالحهم، عدم إزعاج الأمريكان، عدم إزعاج الروس، ولكن لديهم نهج خاص بهم. والخسر الأكبر يعني على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي في هذه الحرب سيكون روسيا، لأن ستتراجع إلى الخلف ولن يكون لها دور أكبر اقتصاديا وسياسيا حتى في المستقبل في ظل حكم بوتين. بناء على ماذا أستاذ؟ وهنا سأتيح المجال للدكتور محمود وربما للتعليق على هذه النقاط، على روسيا، على مستقبلها في هذا النظام العالمي. هل هو محكوم بنتيجة المعارك أو المكاسب على الأرض في أوكرانيا؟ هل يمكن أن تؤثر سلبا أو إيجابا على هذا الدور؟ شوفي، في نقطة مهمة، لما بطلع الوسائل الإعلامية والضيوف اللي بدونها من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بيقولوا القصف على المدنيين. طيب اليوم الأمم المتحدة قالت ما 100 مدني حتى الآن قتل في أوكرانيا نتيجة الحرب،
800 مدني قسميهم على 25 يوم بداية حرب على 20 يوم بطلع عندك 40 مدني في اليوم. إذا قستيها بتاريخ الحروب، تاريخ الحرب الأمريكية على العراق الغزو ولا على أفغانستان ولا أي دولة، بتلاقي أرقام هائلة. هذا بيعني أنه ما في قصف على المدنيين. حتى أشهر مجلة إيطالية أظهرت مبارح القصف على كييف، لك أظهرت صورة من دونيسك لما هاجمت، أطلقوا صاروخ القوات الأوكرانية، أطلقوا صاروخ باليستي فيه وقنابل عنقودية محرمة دولية على دونيسك وقتلت 20 شخص، أظهروا الصورة كأنها بكييف. لك حتى ما عندهم دلائل وصور بيقول لك قتل المدنيين وشنطات روسيا. هذا بس عم بحب أنا مجرد نقطة أحكيها للأخوة المشاهدين حتى يفهموا شو اللي عم بيحصل. الحرب الإعلامية جدا كبيرة. بالنسبة لروسيا، روسيا دخلت الحرب لا يمكنها أن تخسر هذه الحرب. يجب أن واحد أن تطهر أوكرانيا من النازية، اثنين أن تصبح أوكرانيا حيادية من دون جيش أو جيش عدد قليل من جيش، من دون أسلحة دفاعية حتى لا تصبح خطر في المستقبل، ثلاثة أمر مهم جدا أن تكون دولة بحول دولة صديقة وليست عدوة. هذا مهم جدا. إذا حصل أو قدرت روسيا أن تحصل هذه الأهداف إن كان عن طريق العسكرية أو عن طريق التفاوضية، هذا يعني نحن أمام. طيب على 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 أساس هذا ما هو حجم التقدم دكتور محمود الذي تم تحقيقه على مستوى محادثات؟ يعني هناك تباين في التصريحات ما بين رئيس الوفد الروسي اللي قال إنه الوضع المحايد لأوكرانيا وعدم انضمامها للناتو عناوين تفاوضية تقاربت إزاءهما وجهات النظر الروسية الأوكرانية، هناك تفاصيل متعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأن الأمر بات في منتصف الطريق فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح من أوكرانيا. بالمقابل الجانب الأوكراني يقول إنه هذا لا يعكس سوى مطالب الروسية والهدف من إثارة البلبلة على وسائل الإعلام. أين هي الحقيقة؟ أنا أعود أقول لك التقدم العسكري هو اللي يفرض التفاوض. يعني حتى لو تسمعوا على الوسائل الإعلام بيقولوا كل المحللين بيقولوا روسيا لم تتقدم، روسيا تؤدي أهدافها عن طريق الحصار وقطع خطوط الإمداد. اليوم شفنا التفجير في الفوف، كان اليوم الإصابة كان في قافلة عسكرية أصيبت، وقال الوزير لافروف قصب المساعدة العسكرية، تقصف كل الإمدادات، قصفت مواقع المرتزقة في الفوف وقتل حوالي 200 أمريكي على فكرة في هذه المواقع باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية. اللي بيحصل الآن روسيا محاصرة الجيش الأوكراني بالكامل. الآن في 30 ألف مقاتل من الأزوف والجيش الأوكراني محاصر ماريوبل، يمكن نهايته بعد ساعة أو ساعتين. يعني الإمدادات العسكرية مقطوعة، الوقود مفقود في كل أوكرانيا على الجيش الأوكراني، ووسائل الاتصال مقطوعة. فهون بدأ الأوكرانيين أو يشعروا بعدم. يعني روسيا قالت إذا لم تفاوضوا هناك خطر على وجود الدولة الأوكرانية، ستقسم أوكرانيا إلى أجزاء. يعني كل ما تمدد الروس هاي المدينة ستكون مدينة تضم إلى أو لوغانسك أو الدونيسك، لتصل أين تصل القدم الروسية، هاي دول ستكون مستقلة عن أوكرانيا. فالآن الحكومة الأوكرانية يجب أن تفكر هل لها مصلحة بوجود دولة أوكرانية خارج الدنباس واللوغانسك وخارج جزيرة القرم. يمكن أن نبدأ بطرح هذا الموضوع أن تكون دولة من دون جيش. طيب ممتاز. فقط لأعود للأستاذ عبد الرحمن في هذه المسألة، وخاصة أن الجانب الروسي كان قد اشتكى للمستشار الألماني خلال الاتصال ما بين بوتين وشولتز من أن الجانب الأوكراني يتباطأ عمدا في المحادثات. هناك مؤشرات روسية تتحدث عن نوع من الإيجابية في التقدم في مسألة حيادية أوكرانيا، وكان هناك أيضا حتى نوع من الإشارات من الرئيس الأوكراني سابقا فيما يتعلق بالناتو، فيما يتعلق بوضع الحيادي مقابل ضمانات بصيغ محددة. هل يمكن أن يشكل هذا مفتاح حل أستاذ عبد الرحمن؟ ماذا عن القرم أيضا مع تمسك أوكرانيا بالتراجع روسيا عن ضمها، مع احتفال روسيا اليوم بالذكرى الثامنة لضم القرم باحتفال كبير يرى فيه البعض حتى هذه الخرجة من ناحية الصورة، من ناحية الشكل، من ناحية إعداد الناس خلال الاحتفال الرسمي بوجود بوتين، له أكثر من دلالة وأكثر من رسالة؟ الأوروبيون والأوكران والروس اتخذوا في هذه الحرب طريقة لا عودة. يعني منذ البداية كانت لديهم شروط واضحة، والآن في منتصف الطريق بعد أن توفي الكثير من المقاتلين من الجانبين وقتل مدنيون أوكران، من الصعب جدا تقديم تنازلات وكأن شيئا لم يحدث. يعني الأوكرانيون ربما قد يتخلون نهائيا عن رغبتهم في الالتحاق بحلف الناتو،
مقابل وعود أوروبية بالانضمام للاتحاد الأوروبي، لكن أوكرانيا لن تكون مستعدة لاعتراف بشبه جزيرة القرم ودونيسك ولوهانسك جمهوريات مستقلة، لأن هذا سيعني نهاية مباشرة للرئيس الحالي. وفي المقابل الروس لن يقبلوا بأقل من ذلك، يا إما بالمفاوضات وإما بالقوة، والسيناريو الأقرب هو استمرار المفاوضات موازاة مع ذلك استمرار القصف حتى تسيطر روسيا بالقوة على أوكرانيا. وهنا مخاوف تتكرر، وصل عدد المقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى روسيا أكثر من 200,000، يعني ستكون حربا طويلة حتى بعد أن تبسط روسيا سيطرتها عسكريا إذا تقدمت في الأيام القادمة على مشارف كييف. نعم، إذن شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين، من برلين الكاتب الصحفي عبد الرحمن عبمار، ومن موسكو الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمود الأفندي، شكرا جزيلا.